مربوحة مربوحة. ايه ده؟ انتوا مين؟ ما قدراشي النور مزغل العناي. احنا بالليل نور ايه؟ بنت النور جوه عندك اكتر من بره. ماي جاد، شايفين يا جماعه؟ شايفين الحبس اثر عليها منتلي. مربوحه عايزك ما تخافيش، خلاص في هوب اهو، العالم اهو في ويندو، ويندو صغيره اهي فيها كل الدنيا، كل الناس عايز تعرف حكايتك. احكي. انا اسمي مربوحه، ست زي اي ست، بغسل وبكنس وبمسح الارض وبعمل الوكل والشاي والقهوه والكريم كراميل، وعمري ما اشتكيت. كل غلطتي اني كنت عاوزه اشم شويه هوا، يقوم الكبير يحبسني ورا القضبان. او ماي جاد، ورا القضبان؟ قالت ورا القضبان، دي حاجه ساديه 50. ايوه وبقالك قد ايه محبوسه؟ بقالي قد ايه؟ ما بقيتش اعد، بقالي اكتر من 5 ساعات. او ماي جاد، 5 ساعات يا مفتري. اكيد فتره الحبس دي غيرت فيكي، هزمتك. بالعكس، جوتني. الخمس ساعات دول غيروا في حاجات كتير قوي. انا 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 حاسه اني بقيت مربوحه تاني، مربوحه كلها اصرار وتحدي. انت تعميتي؟ لا لا لا، انا فتحت وعاوز اقول للكبير لو قدرت تحبس جسمي ما هتقدرش تحبس روحي. روحي هتفضل حره، روحي هتفضل حر. انت كده هتقعي، روحك هتطلع. روحي هتفضل حره. مربوحه 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 يا جماعه، يا جماعه شيروا الكلام ده، شيروه ايفريوير. البنت من كتر صدقها كلامها كله بانش لاينز. ايوه طب بوظت الفيديو. لازم يا جماعه نفعل هاشتاج فري مربوحه، فري مربوحه. او ماي جاد.